هو لمسلم عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الحديث الجملة هنا جملة حالية، فإن جندب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة حالة كونه يقول إني أبرأ إلى الله. هو لمسلم عن جندب، جندب هو جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء، وفاته يقال إنه توفي بعد 60 من الهجرة. فهذا الصحابي يروي قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سمعت، فقوله سمعت فيه تأكيد لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بيان لحرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل ما يكون من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ووقتا، ولذا نص على قوله قبل موته بخمس. هذه الخمس ما هي؟ هي خمس سنين أم خمس ليالي؟ قال بعض العلماء هي خمس سنين، وقال بعض العلماء هي خمس ليال، والأرجح أنها خمس ليال. لما؟ لأن تنصيص جندب على خمس لا يظن به أنه يذكر ما قاله عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بهذه المدة الطويلة. قبل موته بخمس وهو يقول، الجملة هنا جملة حالية، فإن جندب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة حالة كونه يقول إني أبرأ إلى الله، وهو يقول إني، إن من أدوات التوكيد، فهو عليه الصلاة والسلام يؤكد أمرا، قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة هي نهاية المحبة وغايتها، وذلك أن المحبة قد تخللت في القلب فلم تدع منه مكانا. قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه جملة تعليلية للجملة السابقة. ما الجملة السابقة؟ إني أبرأ إلى الله، هذا حكم حكم به النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. ما العلة لهذا القول؟ الجملة التي بعدها، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن ثم نعلم أن الله عز وجل قد اتخذ خليلين، هما إبراهيم ونبينا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، مع أنه أسبق الخلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه وأفضل من جميع الرسل. وفي هذا إثبات صفة الخلة من الله عز وجل، فإن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. وفيه رد على الجهمية وغيرهم القائلين بأن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، وفي هذا رد عليهم، وذلك لأن الخلة أعظم درجات المحبة. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. لو هنا أداة امتناع لامتناع، امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ أبي بكر خليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. ثم قال ألا، أداة تنبيه، وأدوات التنبيه يراد منها التأكيد على ما بعدها. قال ألا، من أجل إذا سمع السامع هذه الكلمة ألا يشتاق إلى ما بعدها فيهيأ سمعه إلى ما بعدها. ما الذي بعدها؟ وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. في رواية أخرى عند مسلم وصالحيهم. ثم قال ألا، أداة تنبيه أخرى. إذن هناك أمر عظيم،
ثم قال فلا تتخذوا، هنا نهي، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم ماذا قال؟ فإني أنهاكم عن ذلك، وهنا قال فإني أنهاكم عن ذلك. انظروا كم أداة عندنا أو كم صيغة أو كم أسلوب تحذير من اتخاذ القبور مساجد. عندنا ألا الأولى، ألا وإن من كان قبلكم، الثانية ألا فلا تتخذوا، ألا الصيغة الثالثة فلا تتخذوا، الصيغة الرابعة فإني أنهاكم عن ذلك.